السلام عليكم. معلومة على المشي، ازاي ازرع عند الطفل الثقة بالنفس؟ كتير جدا بتحصل مشاكل قدام اطفالنا، وبنقعد نقول لنفسنا دول صغيرين مش فاهمين حاجة، دول شوية وهينسوا. في الحقيقة الطفل بيستمد القوة منكم انتم كاباء او امهات، يعني لو ظهرتم بشكل فيه شرخ او كسر قدام الطفل، ده هيأثر على نفسيته وهيساعد أو هيقلل من ثقته بنفسه. كتر المنازعات والخلافات اللي بتحصل ما بين الأب والأم بتخلي الطفل دايما قلقان وخايف من الانفصال، وبيقعد يسأل نفسه أسئلة كتيرة جدا. يا ترى هم هينفصلوا؟ يا ترى بابا ممكن يسيب ماما؟ يا ترى يا ماما ممكن تسيبنا وتمشي؟ وبكده بلاقي ان الطفل اتحول لشخصية كتومة متجنبة للكلام. عارفين ليه؟ لانه بيتكلم داخليا، بيتكلم جواه. ده مش بس كده، ده بيتحول لشخصية متجنبة للمشاكل، شخصية متجنبة للمواجهة، شخصية متجنبة للاختلاط مع الناس. وبكده بيتحول ابني لشخص مسالم، والشخص المسالم ده بقى ما ينفعش ان انا احفزه بالكلام او احفزه بالهدايا او احفزه بالحلويات اطلاقا، ما بينفعش معاه الكلام ده. وبالتالي لازم يتحتم عليا ان انا ازرع الثقة عند الطفل ده واعززها. ليه؟ عشان اهتم بيه واهتم باخلاقياته واهتم بنفسيته واحافظ عليه. في برامج نفسية تدريبية لتدعيم الثقة بالنفس، بنقول عليها برامج الثقة بالنفس دي، لازم الطفل يخضع ليها. كمان مش بس انا هربيه نفسيا وخلقيا بس، لا، ده انا هربيه كمان جسديا، تربية جسدية، القوام السليم، الجسم السليم، لان الثقة بالنفس بتبدأ من جسم سليم وقوام سليم. الطفل الضعيف اللي جسمه هزيل بيحس ان هو ثقته مهتزة، بيتوتر. وكمان الطفل اللي بيبقى قصير شوية بلاقي ان هو ثقته بنفسه مهزوزة، عنده اهتزاز. عشان كده لازم يخضعوا لبرامج لبناء الجسم، يعني يلعبوا جمباز، يلعب كرة قدم، يلعب سباحة، يلعب باليه، يلعب كاراتيه. ومحدش يقول لي كاراتيه ده رياضة بتدعو للعنف، لا طبعا، دي رياضة رد فعل ودفاع عن النفس. الطفل ساعتها بيكون مطمئن ان هو قادر ان هو يدافع عن نفسه، حتى لو ما تعرضش لاي موقف او اي خناقة. بطريقة غير مباشرة بتخلي الطفل عنده طمأنينة ان هو قادر ان هو يدافع عن نفسه، وطالما اطمئن الجسد ده هيساعد على اطمئنان النفس. تعال نشوف امثلة الامهات بتعمل حاجات كده، ونشوف المفروض ان هما يعملوا ايه. في ام شايفة ابنها عنده ذكاء عالي، نسبة الذكاء بتاعته عالية، وان هو دايما بيتكلم معاها وبيشاركها في البيت، دايما بيتكلم مع جده وجدته وعمه وعمته وبيشاركهم في الكلام في كل حاجة، لكن لما بيروح الفصل غير متفاعل، مش بيتفاعل مع صحابه، مش بيشترك حتى في الأنشطة المدرسية. ده ليه؟ ده راجع لان الطفل عنده نقص في حاسس بنقص في ذاته. الطفل بيقعد يكلم نفسه يقول انا قدام الناس اللي عارفهم كويس جدا، لكن لما بطلع بره مش عارف ايه اللي بيحصل لي، بهتز. اذا هنا في خلل الام بتعمله. تعال نشوف حاجه تانية، بيجي لي ضيوف البيت وبنقعد نتكلم عن ولادنا، وبقعد بقى اتكلم عن عيوب ابني واقعد اذم فيه قدام الناس، والاقيه جاي واقول له تعالى تعالى سلم، ايه انت مكسوف؟ طب والنبي حد يناديه عشان هو مكسوف؟ بطلب من الناس النصيحه لابني، يا دي المصيبه. خلل الام بتعمله، في حاجات غلط بتعمله. عشان كده احنا بنركز وبنقول وبنأكد لازم تزرعي الثقة بالنفس في نفسية ابنك. طب تعملي ايه؟ اول حاجة لازم من مدح قدام الناس، ما عملش العكس ابدا. لازم احسس ابني ان هو ممكن ان هو يعلمني حاجة، ولادنا شاطرين جدا في الكمبيوتر، ممكن اكون حاجة مش عارفاها وخلي ابني يعلمها لي. لما اجي اعلمه حاجة ويتقنها ما اقومش بقى بالنيابه عنه واعملها، زي ان هو مثلا ممكن ياخد شاور لوحده خلاص ياخد، ممكن ياكل لوحده خلاص ياكل لوحده، ممكن يلبس لوحده يلبس لوحده عادي. لما يجي يعمل حاجه وينجزها لازم ان انا ادعمه واحفزه، لازم اخليه يعبر عن كل حاجه او كل شعور بيشعر بيه.
لازم اهتم بيه وراعيه من اجله هو، مش عشان انا عايزاه يبقى ايه. العب مع ابني ولو حتى نص ساعة، بس نص ساعة دي بلاش فيها موبايل ولا تليفون ولا واتس. احضن ابني بس ما احضنهوش مرة واحدة، احضنه كذا مرة في اليوم عشان اديله العاطفة، اشبعه عاطفيا عشان احسسه ان هو مقبول في المجتمع، احسسه ان هو مش مرفوض، احسسه ان هو مسؤول. اطلب منه ان هو يدخل يرتب الاوضه بتاعته، يرتب اللعب بتاعته، يساوي الدولاب بتاعه. كل الحاجات دي لازم ان انا ادعمها في ابني واقولها لابني عشان ازرع فيه الثقه بالنفس. استنوني في معلومه جديده، مع تحياتي دكتوره ايمان السريوسي.